لذلك هو في مادة تانية عبقرية بقى، وكنا احنا اتكلمنا فيها قبل كده في موضوع الصناديق الخاصة لو تتذكر حضرتك. موضوع كبير قوي، موضوع كبير، الصناديق الخاصة وغيرها والفئات المستثناة، وقلت لحضرتك مش كده؟ طيب النهاردة موجود مادة ان جميع ايرادات وموازنات الدولة وانفاقاتها في موازنة واحدة دون استثناء. الكلمتين دولت يدخلوا جميع الحاجات عندنا. طب ممكن نفهم اكتر برضه عشان الناس اللي مش متخصصين في الاقتصاد ببساطه يا دكتور؟ طيب. بطريقتك المعروفه. موازنه الدوله زي موازنه البيت. سعادتك بتاخدي راتب، ده ايراداتي والله بنفق قد كده، مش كده؟ كان في من ضمن الانفاقات بتاعه الدوله يقول لك اعمل ايرادات تيجي وما تخشش باب الموازنه العامه، ايرادات الصناديق الخاصه اللي هي ايه؟ اللي هي كانت مجهوله ومحدش عارف، مجهوله ومحدش يعرفها، اللي فيها حاليا في الصناديق ما يجاوز ال 100-110 مليار جنيه مصري موجودين. الصبح بعد اقرار الاستفتاء على الدستور واقراره ويصدر في الجريده الرسميه، الصبح الفلوس دي اتحولت للدولة. الفلوس دي كانت بينفق على ايه؟ حضرتك المواقف اللي زي عبد المنعم رياض وكده بيقف فيها ناس وعربيات وكده، المحافظة تاخد الفلوس دي ليها، ما تخشش موازنة الدولة في صندوق واقول لحضرتك نعمل فيه ايه بعدين. جميع الاعلانات اللي احنا بنشوفها الاول، الدور اللي في الشارع واليونوبول وخلافه، فلوسه تخش في المحافظة. المحافظات اللي فيها محاجر يأجر المحجر لصلاح او للاستاذه جيهان او لحد، فلوسه تخش للمحافظه. طيب المستشفيات، وانا داخل بقطع تذكره للمستشفى 2 جنيه فلوسه تخش للمحافظه. طب والله ضربت الملاهي وانا داخل المسارح والملاهي، جزء منها يروح للمحافظه. طب الشهادات بتاعه الشرطه والتجديد بتاعه براءه الذمه يخش لوزاره الداخليه. بالمناسبه احمد عز واخد 10 سنين ليه؟ لانه ما دفعش فلوس ترخيص قيمة مصنع الحديد بتاعه. أي. اللي هو 380 مليون. ونفس الكلام مع الناس اللي معاه. ال 380 مليون وال 400 وال 420 مليون والحاجات ديت ما بتخشش موازنة الدولة، تخش صندوق لوزارة الصناعة يصرف منه. يصرف بقى منه السيد المحافظ على ايه؟ والله عاملين حفلة، كان في ركب للسيد جمال مبارك معدي نقوم احنا ندفع له، والله في غدوة نعملها مع بعضينا، ابن اختنا يجي يتعين على الصندوق، هو كان بياخد 6 جنيه وربع في الوظيفة بتاعته، نعينه ب 600 ألف جنيه وهو موجود في الشهر، تمام؟ الفلوس دي هتخش النهاردة الموازنة العامة للدولة موجودة دون استثناء. يبقى أنا لما أجي أحدد مرتبات للناس، ما ينفعش واحد يبقى احنا الاثنين متعينين في نفس المكان بنفس المؤهل بنفس الخبره، انا متعين في الحكومه حضرتك اخد 10 ساخ وسعادتك تاخد 10,000 جنيه متعين على الصندوق. طبعا. ودي ماده قال عليها المواطنين جميعا سواء امام القانون. ما كانتش موجوده المواد دي. فدي ماده عبقريه، ما عادش بقى فئات مستثناه تاخد وتطلع بره الدوله. قال عن 80%. يعني انا لو جاي مالك معاهم والجمعيه معموله او الشركه موجوده، مش كده؟ انا مالك هبقى بصوت، جبت 10 معايا موجودين، هم ليهم 80%، يبقى احنا كلنا لينا ال 20%، فمش هقدر اعمل قرار ضد مصلحه العمال او الفلاحين اللي موجودين معايا. ده شيء عبقري جدا موجود طبعاً. ما كانش موجود قبل كده. الحاجه الثانيه المهمه، لاول مره بقى مجلس الشعب ياخد نوع من انواع الاحترام اللي موجود. مجالس الشعب السابقه احنا عارفين كانت جايه لاغراض محدده. بيجي ستام ختامه كبيره، الريس عاوز ايه؟ الباشا نفسه في ايه؟ احنا نختم له، طلع يا ابني الفاتوره للباشا او الحساب للباشا. دي كانت الليله بتاعت مجلس الشعب ولازم نبقى عارفين دي. طيب لو مجلس الشعب قدم، الحكومة قدمت موازنة لمجلس الشعب، قالت لي يا مجلس أنا السنة الجاية إن شاء الله ناوي أعمل الحاجات الفلانية. مش كده؟ هي داخلة بس تمرير عشان تاخد الخيط. يجي مجلس الشعب يناقش، الحكومة بتقدم بيقود للموازنات. يعني إيه؟ والله رئاسة الجمهورية السنة الجاية هنديها 10 قروش، الجيش هنديه 12، الشرطة هنديها 8، فلان هنديله 5، مش كده؟ يقسم الموازنة دي. يجي بتاع مجلس الشعب شايف ان والله موازنة رئاسة الجمهورية العشرة قروش كتير عليه، ده هو مفروض تبقى 6 قروش، والاربعة دولت ناخدهم نسفلت بيهم شوارع، او نبني بيهم مستشفيات، او نعالج بيهم ناس، او ندي حاجات للناس المضارين. يقول لي الحكومة لا انا غيري لي في البند، الحكومة تقول له العب بعيد يلا كده، العب بعيد يلا. عشان ده تبع الدستور. طب ده كان الدستور القديم. طب مجلس الشعب اصر وقعد يدبدب، رئيس الدولة يحل المجلس.
ده دستور الاخوان القديم طبعا. الاخوان النهارده بقى بما انهم كانوا هيقعدوا 500 سنه في الحكم طبعا قاعد على نفسنا. مين بقى هيعارضهم؟ بيكتم على نفس اللي جابونا. واللي بيعارضهم بيبقى كافر. طب كافر ده من نسل ابو لهب ويهدر دمه ويبقى مش اهدروا سيادتك قبل كده ضمننا تقريبا من زمان وحضرتك اهدروه. طيب فحضرتك في الدستور الجديد بقى النهارده لا الحكومه تيجي تقدم مجلس الشعب بقى يقول له لا يا حبيبي لا يا استاذي لا كتكوت البند ده لا خلينا البند ده ودي ده ويتاخد غصب عن عين الحكومه تنفذ الكلام اللي قاله المجلس طبقا للدستور للدستور. المجلس ده مين اللي جايبه؟ ده وكيل عن الشعب. حضرتك حتى محامي معايا محامي امام المحكمه لو المحامي انا مش هديله سلطته ومش هديله وضعيته يبقى حضرتك ضاعت منك القضيه مش كده؟ يبقى هو ده شيء عبقري موجود. السؤال بقى هنا اللي نساله للشعب ينفع يا اخوالنا بعد الكلام اللي موجود ده في الدستور انتخب اعضاء مجلس الشعب من النوعيه القديمه؟ لا طبعا. اللي هو لا بيقرا ولا بيكتب وقاعد جاي وعاوز يعمل في الجمعيه الزراعيه وياخد له شكارتين كيماوي وياخد عربيه مش عارف ايه وياخد بن انابيب بوتاجاز وكلام من ده ولا اجيب ناس محترمه؟ يبقى دي شغلانه الشعب هنا بقى. انه ينتخب الناس الممثلين النواب بشكل طبيعي. اختار الممثل القانوني ليا مين؟ يبقى راجل محترم. احنا قبل ما نتكلم في انتخابات مجلس الشعب احنا عايزين نقر الدستور اولا طبعا. علشان نبتدي ان احنا نتخانق بقى في الانتخابات البرلمانيه اللي هتبقى ان شاء الله بعد الرئاسه. ال 247 ماده اللي في الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه النهارده ويوم 14 و15 افضل على الاقل 10 مرات من دستور 25/12/2012 على ده منشط في المجمل في المجمل كده ال 247 ماده دولت افضل من ال 238 ماده اللي كانوا موجودين قبل كده ده مبدئيا. انا بقى هتكلم من الناحيه الاقتصاديه انا شايف ايه كويس فيه. نعم. اول دستور لمصر بعد ثوره 23 يوليو 52 كان دستور سنه 64 اتعمل دستور 54 الحكومه ما استحملتوش رموه. دستور 56 قطعناه 58 61 علشان الوحده بين مصر وسوريا. دستور 64 اول دستور. يبقى من 64 ل 2014 في 50 سنه اتعمل فيهم مجموعه من الدساتير مجموعه من نقول الوثائق الدستوريه. الدستور اللي موجود ده جه بمواد ما كانتش في اي دستور من سنه 64 لحد النهارده. مبدئيا انا بالنسبه لي ما هوش المأمول ما هوش ده اقصى حاجه بس بقول لحضرتك ده افضل من دستور وانت ماشيه من 64 وما قبله وانت ماشيه كده. طب نشوف المواد اللي في الدستور ايه من الناحيه الاقتصاديه اللي قال عليها. واحد اول مره في دستور من 50 سنه يقول والله ان انا هحط نسبه للتعليم هحط نسبه للصحه هحط نسبه للبحث العلمي من الناتج القومي. طب ودي يفيدني في ايه؟ واحد يقول طب ما يحط ولا عنه ما حطه ما هو ممكن ايه المشكله نقول له لا بابا. في نسبه 4% تنفق على التعليم التعليم من اولى ابتدائي لثانويه عامه. طب 4% الناتج القومي المصري كله 2 تريليون يعني 2000 مليار. ال 4% يعملوا 80 مليار. طب وايه يعني؟ طب هو بتصرف كام دلوقتي؟ نقول له انه بتصرف 11 يا فرق كبير 8 مرات انت داخل فيها. طب ده يفيدني في حاجه؟ المدارس هتزيد على الاقل بدل ما يبقى المدرسه في الفصل 40 50 عيل ده في 120 عيل مثلا احنا بنقول يعني ان احنا بنتكلم على المدينه يبقى على الاقل فيها 30 35 مش كده؟ بدل التلميذ ما بيجي ابوه جايب له كتب والكتب الخارجيه والشنطه والبشاوره والسبوره والتخته والسندوتش مش كده؟ يبقى على الاقل في البيت كمان وجاب له مدرس في البيت يبقى في على الاقل بشاوره وصبوره موجوده. دورات الميه بتاعه المدارس تتفتح عند حضرتك كره ونجوع ومراكز موجوده فيها العيل 6 و7 و8 سنين يمشي 5 6 كيلو الصبح علشان يوصل للمدرسه لانها المدرسه الوحيده في عده كره موجوده. يبقى انا بالمبلغ ده اقدر اوفر مجموعه من المدارس تمام. يعني ده يتصرف على التعليم كويس طبعا يطلع لي منتج كويس. انا حضرتك جايب قماشة ب3 جنيه النهاردة قماشة تاني محترمة كبرتها بقت ب50 جنيه حاجة محترمة صح طيب.